السلام عليكم جوار، مرحبا بكم الخوش في هذا الفيديو. والمؤتمر الصحفي اللي قبل مباراة الايفرتون اللي غادي تلعب ان شاء الله نهار الاثنين، صرح المدرب توخيل بتصريح قوي وجميل على اللاعبين ديالو. سمعوا مزيان الخوش هذا التصريح ديال المدرب الالماني اللي غادي بطريقة ثابتة بحيث انه ما خسر حتى ماتش، وخرج بالتصريح هذا في المباراة القوية اللي غادي يجمعوا ضد المدرب المخضرم كارلو انشيلوتي. سمعوا مزيان الخوش اش قال: سعيدني للغاية بكوني مدرب لهذا الفريق، اشعر بضرورة هذا الترابط، وظيفتي هي اخراج افضل ما لدي للفريق، ولا توجد طريقة أخرى للتعبير عن نفسي إلا من خلال أداء الفريق. لقد ثبت لي أن تشيلسي منظمة ونادي لديه كل ما تحتاجه لتكون ناجحا كمدرب وكفريق كرة القدم. لقد وجدت الكثير من المواهب، إنه لمن دواعي سريع التنافس مع هذا الفريق وهذه المجموعة ضد مدربين أقوياء آخرين. أن تكون في هذه المنافسة هو متعة خالصة، إنه كل ما تبحث عنه كمدرب. يعني الخوت كدوا على البريمير ليغ وكيفاش المدرب العقلية ديالهم والأداء ديالهم والقوة ديال التنافس بيناتهم في جميع أنحاء العالم حيث تلعب كرة القدم. الفريق المميز هو الفريق الذي يقاتل فيه البعض من أجلهم، ومستعدون للتضحية وسعادة لبعضهم البعض ودفع بعضهم البعض من مقاعد البدلاء، وهذا بالضبط ما وجدته. وبعد سؤال الصحافة على أداء الكانتي قال: لقد كان واضحا منذ الثانية الأولى من التدريب ما يمكن لهذا اللاعب القيام به، إنه أمر لا يصدق. ترى شدته في التقرير البدني بعد المباراة وتعتقد أنهم لاعبين اثنين في لاعب واحد، إنما يقدمه لا يصدق فيما يتعلق من حيث القوة، فيما يتعلق بالسعادة الكرة وتفانيه في المجموعة على مستوى كبير وعلى أعلى مستوى. أنا سعيد للغاية أنه في فريقنا. معقولة الهضرة اللي قالها خوش من أحسن لاعبي العالم حاليا في مركز الوسط ديالو، بحيث كيقطع كرات كثيرة وكيقوم بسعادة الفريق ديالو بشكل كبير وكيتقاتل الخوش بهذا المعنى. المخاوف من ذهاب اللاعبين لمنتخباتهم في ظل أزمة كورونا، علينا التكيف مع ذلك. سنقوم بذلك كنادي وسنتخذ هذه القرارات عند طلبها منا، لكن نحن قلقون للغاية بشأن الوضع، لكن متأكد أيضا أن النادي يعرف كيف يتعامل مع الأمر. إذا كانت النتيجة هي عدم قدرة اللاعبين على الذهاب في مهمة دولية، فهذا ما سيكون، هذا هو استثنائي للأمر. يعني الخوش الظن راه خايب، بحيث أن الفيفا علنت واحد القرار بأن الفرق هما اللي كيتحكموا في الذهاب للاعبين ديالهم والمنتخبات ديالهم. يعني الخوش مشكلة إلى زياش ما خلاوش تشيلسي يمشي، بحيث أنهم كاينين مباريات كبيرة في آخر الشهر للمنتخب المغربي ديالنا، جوج مباريات الخوش ديال تصفيات كأس أفريقيا. وبالتالي الخوش نتمنوا يخليه يمشي للمنتخب. بعد السؤال ديالهم على كارلو انشيلوتي المدرب المخضرم اللي درب ريال مدريد ودرب العديد من الفرق الايطاليه والاسبانيه وحاليا مدرب ديال ايفرتون، قال يعرف كيف يحافظ على استمرار الزخم، كيف يحافظ على استمراريه الفريق، انه الامر جيد ان تستمر هذه المباريات، ومن الجيد ان تكون لدينا مباراه كبيره الثانيه، لان ذلك يدفعنا ويخرجنا من الراحه ويجعلنا نستعد في وقت مبكر. يعني الخوت كدوا على المباراه اللي تكون قويه نهار الاثنين ضد ايفرتون. يعني الخوت يتمنوا فيها اشراك زياش منه اللي يبين ويسجل شي هدف ولا عطى شي مرير حاسمه باش يرجع الاضواء ويرجع داك النجم ديال اياكس ان شاء الله. المهم الخوت هو البلان وهذا التصريح ديال توخيل. كان معكم مروان، ما تنساوش تشتركوا في القناه. مع السلامه.